في مثل هذا اليوم منذ 3 أعوام، في 22 من شهر فبراير من عام 2014، نشرت صفحة المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية بيانا رسميا جاء فيه: شهد المستشار عدلي منصور والمشير عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة أحدث المبتكرات العلمية والبحثية المصرية لصالح البشرية، والمتمثلة في اختراع أول نظام علاجي في العالم لاكتشاف وعلاج فيروسات الإيدز، كما يمكنه القضاء على فيروس سي بتكلفة أقل من مثيله الأجنبي بعشرات المرات وبنجاح بنسبة نجاح تجاوزت 90%. كان رجال القوات المسلحة قد حققوا طفرة علمية باختراع أجهزة للكشف عن المصابين بفيروس سي والإيدز دون الحاجة إلى أخذ عينة من دم المريض والحصول على نتائج فورية بأقل تكلفة. وقد سجلت براءات الاختراع باسم رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، وذلك بعد تصريح وزارة الصحة والسكان. ومن المخطط البدء في استقبال المرضى بعد استكمال مطالب العلاج بالسوق المحلي والخارجي، لتكون إرادة الله أن تحقق القوات المسلحة المصرية هذا الإنجاز الطبي غير المسبوق، بما يساهم في تخفيف آلام المصريين وعلاج العديد من الأمراض المستعصية. هكذا كان الإعلان الرسمي، وهكذا كانت الدعاية له: باخد الإيدز من المريض أديهوله صباع كفتة يتغذى عليه. نظرية العلاج بالكفتة على لسان اللواء عبد العاطي الذي سخر من نوبل ذات مرة وادعى اختطاف المخابرات له ورفضه 2 مليار دولار لبيع هذا الجهاز العظيم. 3 أعوام مرت على مشروع علاجي أعلن عنه السيسي ووعد ملايين المصريين من مصابي فيروس سي والإيدز بالعلاج عن طريقه، وحدد له أكثر من موعد، ثم تبين للجميع أنه كفتة. 3 أعوام مرت ولم يتم علاج مريض مصري واحد بواسطة هذا الجهاز. 3 أعوام مرت تحولت فيها وعود السيسي ومشاريعه وأحلامه وتصريحاته إلى كفتة لا تقل أبدا عن ركاكة جهاز الكفتة. 3 أعوام مرت تحولت فيها مشروعات المليون ونصف المليون فدان والعاصمة الإدارية التي تفوق مساحة سنغافورة وشبكات طرق في عام واحد ومليون وحدة سكنية، تحولت جميعها إلى كفتة. 3 أعوام مرت تحولت الحياة السياسية في مصر إلى وهم كبير، اختفت الأحزاب السياسية من المشهد وبات صوت واحد ورأي واحد ومشهد واحد، وتحولت السياسة في مصر إلى وهم يماثل جهاز الكفتة. 3 أعوام مرت تحول الإعلام المصري إلى أحمد موسى وعزم مجاهد وسعيد حساسين، وأصبح المتحدث العسكري السابق مشرفا على شبكة قنوات فضائية، وبات للمخابرات الحربية المصرية قنواتها الرسمية، وأصبح لأبو هشيمة إمبراطورية إعلامية، تحول معها الإعلام المصري إلى كفتة. 3 أعوام مرت تحولت فيها الصحافة المصرية إلى حبلى بنجم السيسي، وانت تغمز بعينيك وأعدمه مليون مصري، وحكم نقيب الصحفيين واثنين من معاونيه، وأصبح حال الصحافة في مصر أشبه بجهاز الكفتة. 3 أعوام مرت تحول فيها الدولار من 7 جنيهات إلى 20 جنيه، وغرق الجنيه المصري تحت مسمى التعويم، وأغلقت مئات الشركات الأجنبية أبوابها وألغت استثماراتها، وأصبح حال الاقتصاد المصري مع وعود السيسي أشبه بجهاز الكفتة. 3 أعوام مرت باع السيسي برفقة جيشه وحكمه العسكري الوهم للشعب المصري، ولكن على طريقة اللواء عبد العاطي، فبات عبد الفتاح السيسي بإمكانه أن يعلن عن أي مشروع جديد ثم يحوله إلى صباع كفتة يتغذى عليه المواطن المصري البسيط. 3 أعوام مرت ولم تعتذر القوات المسلحة المصرية وقائدها العام عبد الفتاح السيسي عن تضليل ملايين المصريين وخداعهم وبيع الوهم لهم، وباتت الرسالة الواجب سماعها بعد هذه الأعوام الثلاثة هي تلك الرسالة. مصر بتقول لكم اوعوا حد يضحك عليكم ويخدعكم يا مصريين، بتقول لكم اوعوا حد يخدعكم ويضحك عليكم ويضيع بلادكم. السلام عليكم وأهلا بكم. نافذة على مصر وحلقة جديدة وفيها مصر.
نشر صور المطلوبين أمنيا في وسائل النقل العام سياسة جديدة لوزارة الداخلية. الرئيس البشير في السودان يقول النظام المصري دعم جنوب السودان بالسلاح والذخائر. وقضية هذه الحلقة المصريون تحت خط الفقر وأحلام العدالة الاجتماعية أضحت سرابا. ونتوقف عند محطة السوشيال ميديا على عدد من الهاشتاجات، هاشتاج مصر أيام مرسي والراجل هو مصدر، وصورة اليوم وزارة الداخلية في حملة جديدة تنشر صور المطلوبين في أتوبيسات النقل العام في شوارع القاهرة. أما فيديو اليوم فعن لحظة خروج جثمان الدكتور عمر عبد الرحمن من مطار القاهرة. ومعلومة اليوم في هذه الحلقة نستعرض تاريخ نهر النيل. أهلا بكم، نحن معكم على مدى ساعتين نناقش معا أهم ما يحدث في الشارع المصري في نافذة على مصر بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. أهلا بكم. نشر صور المطلوبين أمنيا في وسائل النقل العام. دشنت وزارة الداخلية المصرية مبادرة معا من أجل بلد آمن لنشر أسماء وصور المطلوبين أمنيا من خلال ملصقات داخل حافلات النقل العام والمترو والقطارات. وأعلنت الداخلية المصرية عن تخصيص مكافأة مادية لكل من يدلي بمعلومات لإلقاء القبض على الهاربين، كما خصصت الوزارة أرقام هواتف للإبلاغ عن المطلوبين مقابل مكافأة مالية. وكان مقربون من الأجهزة الأمنية وإعلاميون موالون للسلطة الحاكمة في مصر قد دشنوا في وقت سابق حملة شعبية بعنوان بلغ عن جارك وقريبك الإخواني. أحددت الحملة وسيلتين للإبلاغ، أولاهما الوصول إلى أقرب قسم شرطة والتبليغ عن الشخص المطلوب أو التواصل عبر أرقام حددتها هذه الحملة. وجاءت الصور المروجة للحملة بخلفية شعار الجهاز الإعلامي لوزارة الداخلية المصرية، كما طالب شيوخ ودعاة مصريون في خطب جمعة ودروس متلفزة بالإبلاغ عن أفراد الإخوان المسلمين ومعارضي عبد الفتاح السيسي والتحذير من عدم الإبلاغ عن المطلوبين، وهو ما أثار سجالا بشأن نشر ثقافة التجسس وخلق توترات مجتمعية بين المصريين، لدرجة أن هناك أب قام بإبلاغ الشرطة عن ابنه وتسليمه لهم، فيما اتخذ البعض ذلك وسيلة لتصفية الحسابات والخلافات الشخصية. نسلط الضوء على هذه القضية بعد تقرير الزميل محمود شعبان. بدأت وزارة الداخلية المصرية مبادرة بعنوان معا من أجل بلد آمن لنشر أسماء وصور المطلوبين أمنيا من خلال ملصقات داخل حافلات النقل العام والمترو والقطارات. وأعلنت الداخلية عن تخصيص مكافأة مادية لكل من يدلي بمعلومات لإلقاء القبض على الهاربين، كما خصصت الوزارة أرقام هواتف للإبلاغ عن المطلوبين مقابل مكافأة مالية. وكان مقربون من الأجهزة الأمنية وإعلاميون موالون للسلطة الحاكمة قد دشنوا في وقت سابق حملة شعبية بعنوان بلغ عن جارك وقريبك الإخواني. وحددت الحملة وسيلتين للإبلاغ، أولاهما الوصول إلى أقرب قسم شرطة والتبليغ عن الشخص المطلوب أو التواصل عبر أرقام حددتها الحملة. وجاءت الصور المروجة للحملة بخلفية شعار الجهاز الإعلامي لوزارة الداخلية المصرية، كما طالب شيوخ ودعاة مصريون في خطب جمعة ودروس متلفزة بالإبلاغ عن الإخوان المسلمين ومعارضي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والتحذير من عدم الإبلاغ عن المطلوبين، وهو ما أثار سجالا بشأن نشر ثقافة التجسس وخلق توترات مجتمعية بين المصريين، لدرجة قام بها الأب بإبلاغ الشرطة عن ابنه وتسليمه لهم، فيما اتخذ البعض ذلك وسيلة لتصفية الحسابات والخلافات الشخصية. أرحب بضيوفي في هذه الفقرة، معي عبر الأقمار الصناعية الدكتور أشرف أبو السعود أستاذ علم الاجتماع، وعبر سكايب أحمد مفرح الباحث الحقوقي، ومن القاهرة عبر الهاتف اللواء جمال أبو ذكري مساعد أول وزير الداخلية الأسبق. وأبدأ معك سيد أحمد مفرح بعد الترحيب بكم جميعا. بالتأكيد حملة جديدة لوزارة الداخلية المصرية تتحدث عن مبادرة معا من أجل بلد آمن ومطاردة عدد من الهاربين من أحكام جنائية كما وصفتها، كيف رأيت هذه الحملة؟ في البداية برحب بحضرتك وبرحب بالسادة المشاهدين وضيوف حضرتك الكرام. فيما يخص هذه الحملة، يعني خلينا نقول إن الفلسفة هذا النوع من العمل اللي قامت به وزارة الداخلية للأسف الشديد هو امتداد لعمل تم ما بعد 30 يونيو. وجدنا إن ما بعد 30 يونيو كانت هناك حملات
يا إما سكتت عنها وزارة الداخلية أو أقرتها وزارة الداخلية أو تبنتها وزارة الداخلية فيما يخص إبلاغ الأشخاص عن المطلوبين أو عن المتهمين. الخطورة في الموضوع ده يعني بدأت الأول بانتشار تليفونات، وبعد كده بدأت بإظهار وزارة الداخلية الصور وفيديوهات عن أشخاص تم إلقاء القبض عليهم أو ما بين قوسين متهمين على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، واللي ما زالت حتى الآن بتقوم بهذا الشكل أو هذا النمط من العمل. والمرحلة الثالثة اللي احنا فيها الآن اللي هي الإعلان عن يعني جائزة لإلقاء القبض على المتهمين. الإشكالية في إن هذا النوع أو هذا النمط من العمل، يعني دعني أقول لحضرتك بشكل واضح، إنه بيخرج عن الأسس والضوابط القانونية التي من يجب على وزارة الداخلية أن تقوم باتباعها فيما يخص التعامل مع الحالات الجنائية. لماذا؟ يعني أليست فكرة أو منشور وونتد، هذا منشور شهير جدا في عدد من الدول الغربية للبحث عن هاربين من العدالة؟ يعني هو wanted ده كان زمان، يعني احنا حتى في كلاسيكيات السينما الاجنبيه نعم كان موجود نعم. هذا النوع وهذا النمط من العمل، انما الان في دوله القانون لا تجيز حتى الدول، حتى نحن هنا في اوروبا او غلافه، لا تجيز حتى ان هي تخرج صوره الشخص المتهم ذاته. وبالتالي فاحنا حتى لو يعني لو يتم النظر لهذا النص تجد ان التعامل يتم عن طريق رسومات للمحكمه، رسومات لكن إظهار صورة الشخص ومطالبة المجتمع بأن يقوم بإلقاء القبض عليه أو أنه هياخد جائزة إلقاء القبض عليه، هذا 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 في كلاسيكيات السينما. طيب دعني أتوقف معك عند فكرة قانونية ومشروعية هذا الأمر، وأذهب إلى اللواء جمال أبو ذكري ضيفي عبر الهاتف من القاهرة. سيادة اللواء، بعد الترحيب بك بالتأكيد، لماذا لجأت وزارة الداخلية إلى هذه الحملة؟ سيد الفاضل، نتكلم من المنطق والقانون في العالم كله، احنا عايزين نتكلم بالمنطق. واحد مجرم عليه حكم وهربان من السجن، ماذا تفعل؟ اسيبه يعني يعبث بيضرب القانون عرض الحائط واديله تعظيم سلام؟ المفروض نشر المجرمين المطلوبين القبض عليهم والهاربين، دي نشر موجوده، ده قانون موجود. انا ما بختارش القانون، القانون المصري والقانون الاوروبي والقوانين في العالم كلها، لما يكون واحد محكوم عليه وهربان بتاخد كل الوسائل للقبض عليه، ده قالب به ولا دي خانة؟ يعني واحد يروح يقتل حد، اسيبه يقتل حد وهربان وعليه حكم من القضاء، يعني عليه حكم نهائي من القضاء، اسيبه هربان هرب من السجن، اسيبه هربان؟ مين يقول هذا الكلام؟ من يدعي ذلك ومن يساعد على ذلك فده مخالف للقانون. ما احنا لا ما نكيدش بالكريم في العالم كله. ما انا خدت درست في امريكا ودرست في كل العالم كله، دي موجوده، الجريمه الموجوده. فالنهارده اشوف اما بتحصل جريمه في امريكا بتنشر صورته وبتجيبه وتمنعه الدخول فيها. اذا كان نفس النهارده هو الرئيس الامريكي مانع دخول الارهابيين، هو من عليه الحكم؟ من عليه الحكم؟ اللي عليه الحكم ده راجل مجرم، واخد بال سيادتك؟ هل اسيبه يهرب ويسيبه يرتكب جرائم ويسيبه يعمل كذا وكذا وكذا؟ يعني مين قال هذا الكلام؟ طيب. مين هذا المغالطات؟ نعم، يعني الصح لازم اقبض عليه بكل طيب. الوسائل. ارجو ان تبقى معي سياده اللواء. نعم، ساعود اليك. وضحت الصوره وفكره الحمله، ساعود اليك مره اخرى دكتور اشرف. اذا الدوله والاجهزه الامنيه من حقها ان تطارد من يفترض انهم مجرمين او هاربين من العداله لحمايه المجتمع. سؤالي لك هنا وانت استاذ في علم الاجتماع، تاثير مثل هذه الحملات على المجتمع، فكره ان مواطن يبحث في وجوه من معه في المترو او في الباص عن هذه الصور، تاثير هذا الامر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في البداية نتفق على انه المطلوبين من حق وزارة الداخلية ان هي تنشر صورهم، والهاربين من العدالة والهاربين من احكام والكلام ده كله من حق وزارة الداخلية تنشر صورهم، ده حق مشروع حماية للامن الوطن وحماية للمجتمع، دي نمرة واحد. ولكن الشق الاخر اللي بيختلط فيه الحابل بالنابل، اللي هو لما نيجي نخلي الناس تتجسس على بعض، ولو ليك جار ارهابي او ليك اخ ارهابي او ليك معرفش ايه، احنا بنعيش اولا بعد زي ده من الناحيه الاجتماعيه، اولا بيصير الفرقه بين الناس، بيصير الشك بين الناس بعضها وبعض، ده اعمالا لمبدا فرق تسد، دي نقطه مهمه. النقطه الثانيه كمان انه
لما نيجي نخلي الافراد يتجسسوا على بعض بهذا الشكل القميء، نعلم جميعا بان بعد تعويم الجنيه المصري بقى في ازمه اقتصاديه طاحنه، فاي واحد عايز يتقرب من الشرطه هيروح يشتكي اي حد. طيب ولكن وبالتالي نحن هنا نتحدث عن صور، وبالتالي امر زي ده بيعمل ايه؟ الحاله هنا مخالفه، انا لن لا يعني اقوم بالابلاغ عن الصور. حق وزاره الداخليه. لا احنا نبلغ عن الصور اللي موجوده، المطلوبين نبلغ عنهم حمايه للمجتمع وللوطن. ولكن نظام ان حد يبلغ عن جاره والكلام ده كله، ده طيب مرفوض. سناتي بالحديث عن اجتماعيا وسياسيا. نعم سناتي بالحديث عن فكره الابلاغ عن حملات مجهوله، لان هناك حملات مشابهه، ولكن ساعود اليك في هذه النقطه. سيد احمد مفرح، اذا الدكتور اشرف وسياده اللواء جمال اتفق ان من حق الداخليه قانونا نشر صور الهاربين من العداله، وانت في المداخله الاولى تحدثت ان هذا النظام كلاسيكي ولم يعد معمولا به في الدول الاوروبيه والغربيه، ما تعليقك؟ نعم، يعني خليني بس افرق ما بين جزئيتين. الجزئيه الاولى فيما يخص حملات الابلاغ عن الاشخاص ما بين قوسين اللي يقال انهم ارهابيين او خلافه، ده اجراء. وثاني اجراء فيما يخص حالات او قيام وزاره الداخليه باظهار صور الاشخاص، سواء كانوا هؤلاء الاشخاص مطلوبين على ذمه قضايا او صدرت بحقهم احكام. خليني برضو اغوص في الموضوع ده واحدد نقطه في غايه الاهميه. هل هذه الاحكام هي احكام نهائيه باته ام هي احكام اوليه؟ والامر ده هيرجعني هتكلم فيه النقطه الخاصه بالقانونيه اللي قالها سياده اللواء في مداخلته. نعم. انما نتحدث عن القانونيه فنحن نتحدث عن المعايير والضوابط. يعني هل تقوم وزاره الداخليه بالابلاغ او بمطالبه المجتمع عن الابلاغ عن اشخاص متهمين في قضايا نهائيه باته، ام هي قضايا ما زالت امام القضاء؟ وبالتالي فده بيفتح لي نافذه وبيفتح لي بوابه حوالين، هل هذا الشخص في النهايه هو متهم بحق ام هو لا، ام هذا الشخص سياتي فتره من الفترات بعد المحاكمه سيتم تبرئته، واذا تم تبرئته هل ستقوم وزاره الداخليه بالتعويض عما تم معه من اساءه السمعه هو واسرته وخلافه؟ طيب في هذه النقطه استاذ احمد، من العمل هذا هو. طيب يعني هذا الخلل. طيب في هذه النقطه، هل قانونا او قضائيا إساءة سمعة المتهمين، هم متهمين في النهاية. طيب. إساءة سمعة المتهمين أولا، ثانيا يؤدي لإساءة سمعة ذوي هؤلاء المتهمين ومزيد من الكراهية ضد هؤلاء، وبالتالي فاحنا طيب في حالة أنت ذكرتها سيد أحمد، دعني أتوقف معك عند قليلا. فكرة أن بعد فترة يمكن للمحكمة أن تبرئ هذا المتهم بشكل طيب، يعني في هذه الحالة تحديدا. طيب دعني أكمل السؤال، هل من الممكن أن تقوم المحكمة بتبرئة هارب من أحكام دون أن يقوم بتسليم نفسه؟ طبعا لا، دون أن يقوم بتسليم نفسه هذا أمر ثاني. إنما لو هذا الشخص تم إلقاء القبض عليه بشكل أو بآخر وقدم إلى المحاكمة وبعد المحاكمة ظهرت براءته، هل ستقوم وزارة الداخلية بتعويضه عما تم من إساءة سمعة؟ طيب دعني أنقل هذا السؤال إلى اللواء جمال أبو ذكري. سمعا له ولذويه ولأسرته وخلافه، الأمر هو فلسفة التعامل منطقية القانون. هذا هو الأمر الذي يجب. جميل. أن يتم. دعني أنقل تحفظاتك على هذا القرار وهذه التساؤلات. في هذا الأمر خلال الفترة الماضية لأشخاص تم إظهار صورهم. طيب. وعرضت فيديوهات للمجتمع أمامهم، ثم بعد ذلك تم إطلاق سراحهم من المحكمة. هذه الحالة أنقلها إلى اللواء جمال أبو ذكري. سيادة اللواء، بالتأكيد استمعت إلى هذه الحالة، ماذا لو تم تبرئة هذا المتهم بشكل أو بآخر؟ هل ستقوم وزارة الداخلية بتعويضه وتعويض أسرته عن الضرر المادي والمعنوي والمجتمعي الذي يعني أصابته به أم ماذا؟ السيد الفاضل، الأخ الفاضل اللي بيتكلم بيخلط الأمور بعد إذن سيادتك. أولا الداخلية لا تتعرض لواحد تحت سلطة القضاء. لو القضاء أفرج عن حد بتفرج عنه خلاص مش مطلوب. إنما من الموضوع اللي 12 في البتاع ده، ناس هربان. الهربان من حكم ده لازم يكون مجرم. لو كان راجل بريء واثق من براءته بيروح يتقدم للمحكمة والمحكمة براءه. وإذا المحكمة براءته الداخلية ما تقبضش عليه نهائي خالص نهائي، ما نقلبش الأمور في بعضها لو سمحت. لما بنتكلم النشرات الداخلية ناس عليها أحكام نهائية وهربانة. واخد بالك؟ فهي دي بتختار للناس اللي ده مجرم هربان وعليه حكم نهائي من القضاء. الحكم من القضاء مش من الداخليه، ولو المحكمه افرجت عنه الداخليه لا تمنع من ذلك. وعندنا عشان التسلسل، واخد بالك، في حق ثاني اقبل الداخليه النيابه، ده قضائيه استجواب. بعد الاستجواب بيروح مرحله اولى
القبائل الابتدائي. اذا ما كان عجبوش القبائل الابتدائي بيقول له الاستئناف، اذا ما عجبوش النقص وخبرت التخفيف، مراحل ضمنه لي طالما ان الشخص تحت مرحله القضاء لا دخل للداخليه فيه. طيب ولا تستطيع الداخليه تقول ما بتقولش عليه. جميل، اعود اليك دكتور اشرف مره اخرى. دكتور اشرف، يعني سؤالي لك عن فكره الحملات المجهله، حملات بلغ عن جارك وقريبك الاخواني، كانت حمله قبل ذلك وكانت هناك دعوات للابلاغ عن الجار والقريب لو شكيت ان حد اخواني، هذه الحملات تاثرها هنا على المجتمع المصري، وخاصه ان هناك حالتين لام واب ابلغا عن ولديهما بالفعل وقام بتسليمه الى وزاره الداخليه. مثل هذه الحملات بتؤدي الى بس الكراهيه وبس العنف بين الافراد، ولو شخص عايز مثلا ينتقم من جاره او كده ممكن يتبلى عليه، بالاضافه اننا عارفين في مصر احنا عارفين كويس قوي في ناس بتحاول تتقرب من الشرطه ومن اصحاب السلطه، فممكن يدعي على جاره بالزور. مثل هذه الحملات بنقولها بكل وضوح بتهد مجتمع، لا تبني مجتمع. الحملات دي بتهد مجتمع، بالإضافة لكده إن أنا لما أعلق على وسائل المواصلات صور لبلغ عن جارك والكلام ده كله، أول حاجة بتضرب هنا إيه؟ أول حاجة بتضرب هنا السياحة، لأن السفارات الموجودة في مصر بتلقط الكلام ده كله، يقول لك شوف المصريين كلهم بيشتغلوا على بعض، كلهم بيتجسسوا عن بعض، دول بيدي صورة سيئة جدا للمجتمع المصري. فالحملات دي بلغ عن جارك او الكلام ده كله دي بتهد مجتمع، لا تبني وطن. ده خلل في اسلوب التفكير، لو عايزين نبني بلد ما نبنيهاش بالشكل ده. ومعروف فكره التآمر ادت لايه؟ فكره التآمر ده لما بيتجسس على ده وده دي بتهد مجتمعات، شوف العراق بقت ايه دلوقتي؟ شوف نكسه 67 حصلت ازاي؟ ما حصلت بالشكل ده. ده بيتجسس على ده وده بيبلغ عن ده وده، جو مريض بنقول عليه مجتمع مريض. طيب الدولة أو النظام يقول أنها بهذه الحملات ترفع من الحس الوطني للمواطن المصري في تبني فكرة أننا في حالة حرب ضد جماعات إرهابية، ما تعليقك دكتور؟ الحس الوطني يا فندم بيكون من خلال وجود هدف قومي، مش إن أنا أحرض الناس ضد بعض، ده الحس الوطني اللي يجمع بين الناس. وقلنا قبل كده الذكاء السياسي للقائد هو اللي بيجمع مش اللي بيفرق. نحن ضد الإرهاب وضد أي عنف، والمطلوبين تنشر صورهم، لكن إن أنا أحرض المجتمع ضد بعضيه ده هدم وطن. طيب دعنا نذهب إلى قطاع من الشارع المصري. دكتور أرجو أن تبقوا معي جميعا، ونذهب إلى كاميرا البرنامج التي رصدت آراء المواطنين حول حملات نشر صور المطلوبين في المواصلات العامة، نتابع. ولا بيسهلوا ولا الناس مش هتقرا الكلام اللي هم قايلينه. ما حاجه زي لسه هم امال الداخليه بتعمل ايه؟ ما هي الداخليه بتحط صورها، هي الداخليه بقى اللي تدور عليهم وتبحث من غير ما يعني. والله هو قرار كويس جدا، لان انا شايف ان ده اكيد هيخدم العداله، وده مش حاجه جديده احنا بنتكلم فيها، احنا ممكن بتبقى موجوده في كل دول العالم، لو بيبقى في اي حد مطلوب جنائيا بيطبعوا لافتات وبيعلقوها في الشارع وبيكتبوا تحتيها وانتد او مكافئات ماليه، فده اذا كان هيحقق العداله واذا كان هيبقى شكل من الاشكال او وسيله ان احنا نقدر نمسك الجاني ده في اقرب وقت، لا انا موافق عليه طبعا. المطلوبين جنائيا الحكومه تمشي صح عشان تقبض عليهم، انما انت مش حاجه مش هتعرف تمشي فيها يبقى مش هتعرف تمشي حالك، صح؟ رايي ان الحكومه الصحصحه وتمسك الحاجات دي. هو طبعا ان يحط في وسائل المواصلات او على ازاز العربيات ده كله كلام مرفوض، لان لا مؤاخذه بيتحط حاجات واعلانات وكلام مش مظبوط مش حلو، ده مش في صالحنا ده كله. انا شايف ان دي حاجه ايجابيه، بمعنى ان واحد مثلا يبقى راكب المترو جنبي يبقى انا شايف الفيديو في صورته، تمام، بس اللي يثبت للناس ان ده فعلا مطالب جنائيا، بمعنى ايه؟ ان واحد مثلا ممكن يبقى حاله دقنه طبعا غير شكله خالص، واحد يبقى مربي شعر، واحد يبقى لابس طاقيه، واحد يبقى لابس نظاره.
نعم سيادة اللواء جمال أبو ذكري، سؤالي الأخير لك وأرجو إجابة باختصار شديد، فكرة نشر ثقافة التجسس أن الشعب المصري يبلغ عن بعضه، هل هذه تصب في الأمن القومي المصري وتخدم ما تريد وزارة الداخلية؟ شوف الدين بتعرف بقول لك من لا منكر ما يقل غيره بيده فلم تستطع بلسان فأضعف الإيمان. حكاية من الداخلية بتاخد الآية دي، الآية دي وزارة الداخلية اعترضت على جماعات الجهاد والجماعة الإسلامية لما كانت بتعمل بيها سيادة اللواء. ممكن أخلص؟ لا، ما هو الآية دي مردود عليها إن الداخلية اعترضت لما جماعات الإسلامية في التسعينات كانت بتاخدها إنها تغيير المنكر باليد. مين قال تغيير المنكر باليد؟ اللي من الذي يغير المنكر باليد؟ الحاكم، مش واحد من الشارع، عشان تبقى سيادتك عارف. ما هو نفس الكلام يا سيادة اللواء. مين من أشين الله؟ أخلص بس، أخلص. تفضل. خدني لغاية ما أخلص كلامي يا أخي. تفضل. أنا بعلق إن الناس أولاً الداخلية لو واحد بلغ كاذب بيدخل السجن. يعني اي بلاغ كاذب، واحد ادعى كذبا، انا برد على الاخوه اللي بيتكلموا كلام فاضي. اي واحد يبلغ عني او عنك بلاغ كاذب، القانون المصري بيجيز له تقديم للمحاكمه، عشان يبقى وهي الداخليه ما بتاخدش ببلاغات كاذبه خالص، لازم تتحقق بالبلاغ قبل ما بيحصل هذا الكلام. انما هو الادعاء والجهه ان هي الداخليه بتاخد ناس وتاخد ناس ظلم، ده كلام مالوش اساس من الصحه، وكلامها كله اهراء فهراء، انما الداخليه بتطبق القانون. واحد بتاكد، لو انت جيت قلت لي فلان ده كذا كذا، بتاكد الاول عن هل هو عليه قضيه، ما عليهوش قضيه، عليه الكلام ده كله قبل ما تمسكه. طيب. لان لو مسكته وطلع بلاغ كاذب بيبقى على الطرفين الاثنين دي قضيه، دي جنايه. واخد بالك؟ لا انا بطبق هذا الكلام، فما فيش داعي يتكلم اللي يجيب دليل واحد ان الداخليه واحد جيب بلاغ كاذب وطلع هذا الكلام. طيب. الكلام جميل سيادة اللواء، وضحت الصورة لأن الوقت ينتهي. أنت أوضحت فكرتك بشكل تام. أعود إليك دكتور أشرف، سؤالي الأخير لك، في ظل حالة الانقسام المجتمع الشديدة في الشارع المصري وحالة الاحتقان الشديدة بين طيارات مختلفة، استجابة الشعب المصري لمثل هذه الحملات الأمنية كيف تراها؟ الشعب المصري هنلاقي فيه زي ما هو منقسم في الآراء، هنلاقيه برضك منقسم في الحاجات دي. في ناس هترفض بشدة، وفي ناس هتؤيد هذا الكلام بشدة. وأنا قلت إن في إطار وفي ظل أزمة اقتصادية طاحنة، إن في فئة لا نستطيع أن ننكرها بتحاول تتقرب للسلطة، بتحاول تتقرب للشرطة، ويحاولوا يكونوا خدامين ليهم في مقابل أخذ مال، حتى لو بادعاءات كاذبة أو غيره. فهنا المسألة مسألة إن ده أساساً كمصلحة وطن، ده مش في مصلحة البلد. مش في مصلحة البلد إن أنا أقسم الناس. مش في مصلحة البلد إن أنا أخلي الناس تتصارع حوالين موضوع ملوش. أنا من وجهة نظري صارت حاجة زي كده، دي لإلهاء الرأي العام، لإشغال الناس بشيء. كل شوية في إلهاء للناس بشيء. لما يصير قضية زي كده بيفرق بين الناس، وده مش من الحكمة السياسية على فكرة. مش من الحكمة السياسية ان انا ابث الرعب بين الناس، اخلي الجار يشك في جاره، الاخ يشك في اخوه، ده كده بنهدم مجتمع. عايزين نبني وطن ما نبنيهوش بالطريقة ديت. اللي بيبني وطن بيجمع مش بيفرق. الارهاب مرفوض شكلا وموضوعا ومضمونا، والمطلوبين تعلق صورهم وتنشر في الاعلام وفي التلفزيون وفي كل حاجة، ولكن نشر الفرقة بين الافراد المجتمع ده بيعمل احتقان مجتمعي، مش بيغطي بيه على ازمة اقتصادية طاحنة. طيب وضحت الصورة دكتور. نعم سؤالي لك سيد أحمد مفرح، هناك الآلاف ممن يطلق عليهم المطاردين هو لديه ملاحقات أمنية، ثم أدرج اسمه في عدد من القضايا وتم صدور عدد من الأحكام بحقه سواء مؤبد أو ما شابه، هل من حق الداخلية نشر صور هؤلاء أيضا؟ يعني بالتأكيد وزارة الداخلية تقول ليس لدينا مسجون سياسي، كل المعتقلين أو المساجين لدينا هم مساجين جنائيين. يعني خليني بس أكد على النقطة اللي قلتها في البداية، ما تم في هذا المنشور هو امتداد لما تم منذ 30 يونيو، وحتى الآن بنفس الصيغة وبنفس الشكل. الجديد أنه هو حطوه على وسائل النقل العام، لكن ما كان ده بيتم أصلا بشكل دوري في النشرات، نشرة القناة الأولى، نشرة الساعة 9 على سبيل المثال، وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الداخلية تنشر فيها الصور وتنشر فيها الأسماء لمتهمين، ما بين قوسين لمتهمين. نحن عندما نتحدث عن هذا الإجراء فنحن نتحدث عن مخالفة واضحة لأبسط المعايير القانونية،
وهي المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وبالتالي فلا تستطيع لا يجوز لوزارة الداخلية ولا غير وزارة الداخلية أنها تقوم بتقديم أشخاص متهمين لم يتم الحكم عليهم ولم يتم انتهاء سبل التقاضي السليمة التي يجب أن يتم اتخاذها ضد هؤلاء الأشخاص. وبالتالي هذا هو مناط الخلاف ما بين رأيي وما بين آراء الآخرين هذا الأمر. وبالتالي فما تم من وزارة الداخلية وما يتم، أنا أتخيل بأنه يجب أن يتم التحقيق جدي من قبل النائب العام فيه. على سبيل المثال هذه الدعوات الخاصة بحملة إلقاء القبض على إخواني وخلافه، كيف لوزارة الداخلية أن تسكت على أن يوضع شعارها الرسمي وشعار الجهاز الإعلامي لها وتوضع أرقام تلفونات خاصة بوزارة الداخلية في منشورات ليست لها علاقة بوزارة الداخلية؟ إذا قلنا إذا كانت وزارة الداخلية تعلم فهذه هي الكارثة وهذه هي المصيبة. لا. وبالتالي فأنا أتخيل أن ده يكون طبيعي أنها تطلب من المواطنين إلقاء القبض على الأشخاص وإبداء والعمل واتخاذ العمل أو أن هم يقوموا بعمل وزارة الداخلية، وإن كانت عارفة كده فدي مصيبة أكبر لأنها سكتت عن إجراء مخالف لأبسط قواعد المنطق والقانون. أشكرك شكرا جزيلا أحمد مفرح الباحث الحقوقي، كنت معنا عبر سكايب. كما أشكرك ضيفي دكتور أشرف أبو السعود أستاذ علم الاجتماع، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية. وشكرا لك ضيفي عبر الهاتف من القاهرة اللواء جمال أبو ذكري مساعد أول وزير الداخلية الأسبق ونافذ على مصر. حلقتنا مستمرة بعد الفاصل، فابقوا معنا.